بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة النستنج في الميديا أوبجكت يا جماعة برضه سبورتد وموجودة، يعني أنت ممكن تعمل النستنج برضه، وساعات بتشوفها أو أكيد شفتها في موضوع البوستس بتاع الفيسبوك، تلاقي إن لما بتيجي تعمل ريبلاي الجانب بيعمل يعني ياخد بادنج سنة كده شوية يمين أو سنة شمال على حسب اللغة بتاعتك. ذات نستد لميديا اوبجكت ان صح التعبير، لو كان الفيسبوك بيستهدف او بيستخدم نفس التكنيك، لان كده كده بيبقى فيه الصوره بتاعه الشخص بتاعه البروفايل وجنب منه التكست بوكس بتاع الكومنت اللي هتحط في الداتابيز، فتقريبا الفكره مشابهه. يعني اللي احنا هنحاول نعمله ان احنا هنحاول نوجد حاجه مشابهه للجانب ده، فانا هعمل نستنج هفتح الجزء اللي من تحت اللي هو كان السكشن اللي هو كان خاص بالنص، تمام؟ هروح انا اعمل فيه الديف اللي هياخد الكلاس الكبير اللي هيشيلهم كلهم اللي هو ميديا اوبجكت. جميل، اوكي. وجوه الكلاس ده انا محتاج اعمل ايه؟ احدد عدد السكشنز اللي انا راح ندرجها، وانا في الغالب بميل لاني اخليهم هم اتنين، تمام؟ فانا هشتغل برضو على سكشنين وهياخدوا نفس القيمة ميديا اوبجكت سكشن. ادي كنترول سي كنترول في واعمل كنترول دي. انا بصراحة بكتب الكود علشان الناس ما تتلخبطش، افضل من تبقى تنسخ وكده، يعني عادي الامر برجع لك برضو بس كده كده عشان هي هتاخد على الكود. ماشي، في السكشن ده يا جماعه خلوني ماشي نشتغل زي ما احنا كنا شغالين فوق برضه بنفس الفكره. هنبتدي نعمل الديف اللي هو هياخد السبنيل، بعدين هنحط فيه الايمج بتاعه، تمام؟ ونفرض اس ار سي علشان تبان الفكره. انا مش عايز اعكس دلوقتي، فربما الناس تقول ان الصوره ما كانتش واضحه مثلا، او لا خلينا زي ما احنا كده. افاتار دوت جي بي جي دي الصورة بتاعي، وطبعا الكلاس ده هتاخد الكلاس المميز اللي هو الساب نيل علشان التأثير ده. كده انا خلصت من اول ديفيجن. الديف التاني ده خلاص بقى ممكن انسخه، يعني عادي هو اصلي في بي وكده، فمش مستاهل ان انت يعني من السهل عليك ان انت تحط الكونتنت بتاع تضيفهم. تمام كده، ادي اول ديفيجن اللي فيه الصوره، وتاني ديفيجن اللي هو كان فيه ايه اللي كان فيه النص والكلام ده. السكشن التاني لو انا عملته كنترول اس، انا كل شغلي على الافتراض، يعني فلاقي اني ده اول مستوى وده المستوى التاني. انت ممكن تركب طبعا زي ما انت عايز براحتك، ممكن تطلع التصميم اللي انت عايزه. ده فيما يتعلق بالنستنج في الميديا اوبجكت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.